مثل ما شفتوا ضحيه اكيد بالمقابل اكو تاجر وعشرات بل مئات التجار، واحد منهم هذا الشخص. فجينا نريد نسولف وياه من يجيبون البضاعه، وين يودوها، شنو التفاصيل اللي تصير بشغلهم هذا الوسخ. شلونك؟ اهلا وسهلا. مو شغل وسخ ذا؟ اي نعم طبعا وسخ، لان بعالم تاذت وناس عوائل اندمرت وشباب انحرفت وبنات وكل شيء. سبب انت وغيرك والاكبر منكم كلكم. اي نعم. خوش. انت ايش قصها لك؟ مسجون وخوش. انا محكوم سابقا. محكوم؟ اي. يعني قديما حكمت. طلعت. اي. حكمت بال 2012 وطلعت سنة 2016 ورجعت مرة ثانية؟ رجعت بقوة. رجعت بقوة؟ نعم. يعني ما تبت من أول موضوع ولو تم ما تفكروا الموضوع أنك تتو مادة تغري. مادة تغري حجي المادة تغري. زين الكميات من كنت تجيبها؟ وين تبيعها؟ فترة لحد ما ألقي القبض. زين ايوه وطينت. وطينت؟ أيوة. زين انت من طينت طينت ناس وياك خلال هذه الفتره؟ اي يعني بنات وولد وناس كبار بالعمر بنات وولد؟ اي طالبات كليات استغلها عن طريق التعاطي، تتعلم بالبدايه وبعدها استخدمها للترويج. ايش قد عدد البنات اللي انت استخدمت؟ 15 15 16 بنات استغليتهم؟ جنسيا؟ وما أدرت أي نوع من الاستغلال مستغل جنسياً واستخدمتها لشخصي يعني استخدام إلي. شنو استخدام إلي؟ يعني تبيع وتجيب لي مواد وجاب لي بنات. جاب لي واحدة تجيب الثانية؟ أي نعم. أكو بين عندهم ظروف خاصة ترضي بهن الكبار؟ أكو بين ظروف خاصة. شنو الظروف الخاصة؟ يعني راحت بخطأ مع أحد الأشخاص اللي عن طريق علاقة حب وعرفت أهلها وشربتها نهزمك. وجت يمها؟ اجت يمها. انا زين البنات استخدمت اللي الاكبر منك انت؟ طبعا استخدمتها للكبار وللصغار. للصغار؟ نعم. للكبار شنو وللصغار شنو؟ للكبار يعني ونسه وناسه. وناسه. وناسه وقعدات وغيره، وللصغار اللي يتعرفون عنا عن طريق الفيسبوك وغيره وغيره. جيب لك زبائن؟ اي يعني تعطيه مره مرتين خليه يدخن وراها يظل يشتغل. اي انا ما اريد زبائن، انا ما ابيع هاي الاغرامات. أنا طلبيات كبيرة بس دول استخدمهم بمصطلحنا احنا بالشارع نسميه زنبور. زنبور زنابير تودي وتجيب. مندوب؟ ما يدعون عندكم مندوب. عندنا مندوب. زنبور زنابير هاي. زنبور يودي ويجيب. يروح يودي ما يجيب. زين هذا تنتهي وظيفتها همك تبيعها وين توديها هذا؟ يجي عليها طلب ابيعها. تبيعها؟ اي. بايش تبيعها؟ 1500 2000 دولار. 2000 دولار؟ اي. تقولي انا استغليت بنات وولد وما اعرف شنو. اي نعم نعم. ولد شنو عم نفس الموضوع؟ ولد موجودين حتى ذول الجنس الاخر. اي يعني تستغلون بهيج موضوع وشي؟ اكو ناس بترغب هذا الشيء. اكو انت توفر. اي. هسه مثلا دا اقول واحد ضحيه دا اقول انت متندم كذا دخلت هذا الكلام ما ينفع هذا. مرات اندم وعلى البهذله البهذلت بيها اهلي واخوتي ووالدي توفى بسببي. والدك توفى بسببك؟ اي نعم. توفى بسبب والدي. واخوي هم قام يتعاطى بسببي. يعني دمرت لك عائله؟ دمرت العائله. ما عندك مشكله؟ لو اشتغل ضميرك شوي. لا ماكو واحد انسان ما يشتغل ضميره ويحس بالندم وال اي. أنا الموت أحسن لي هسه. أموت أحسن أشرف. تموت؟ إي. تراجع هاي تجي ببالك يوم؟ شلون ما يجي؟ عندي بنتي وعندي وليد. شقد أكو ضحايا، شقد أكو شباب عمر الورد مثل هذا الشخص وأمثاله هم اللي غلوهم، هم اللي جروهم لهذا الطريق. يعني انطلت عليهم الاكاذيب مره انه يغري بجرحه، مره عنده ظرف خاص، مره حياه عاطفيه. عند حاله عاطفيه من الشخص اللي التقينا به قبل شويه وراحوا للطريق الغلط، يا اخوان ترى كارثه. يعني
لا تقول انه ممكن سرقه، كلها جرائم صحيح، لكن هنا موضوع الكريستال وعالم اخر اللي التقينا بهم اليوم اللي صادفناهم من تاجر ومن ضحيه متعاطي. هذا بعد خلص اللي سمعتوه.